على مساحة 1000 هكتار يمتد مشروع برنامج الإعداد الهيدروفلاحي، مشروع جعل من الجريفية بإقليم بوجدور منطقة واعدة في تطوير سلسلتي الخضروات والحليب، حيث يعتمد بالأساس على توفير مياه الري واستخراجها من باطن الأرض. هذا المشروع كيخص تهيئة الهيدروفلاحية ديال المدرسة السقوي الجريفية على مساحة 250 هكتار كشطر أول، في انتظار إن شاء الله استكمالها على 1000 هكتار. المشروع اللي من المتوقع منه أنه إدخال سلسلة جديدة إلى جهة العين الساقية الحمراء، ألا وهي سلسلة الخضروات، كذلك تعبئة المياه الجوفية من أجل تتمينها. برنامج الإعداد الهيدروفلاحي ورش مفتوح يهدف إلى تنمية المنطقة عبر خلق 1000 منصب شغل جديد وقار وتحسين دخل الفلاحين، بالإضافة إلى خلق قيمة فلاحية مضافة تقدر ب 115 مليون درهم وخلق فرص الشغل، وكذلك إنتاج الكلاء لفائدة مربي الماشية على مستوى الجهة. اليوم المشروع كيعرف تقدم أشغال مهمة جدا اللي كتوصل 95% في المجمل. هذا المشروع الضخم سيساهم في زيادة الإنتاج الفلاحي ب 1750 طن من الحليب و 600 طن من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى 50 ألف طن من الخضروات.